اهلا بيكم. ساعات كتير نفضل صامدين طول اليوم في موضوع الاكل، ولكن نيجي على بالليل مش قادرين ننهار ونفتح التلاجة وناكل اي حاجة وكل حاجة بتقابلنا فيها، وطبعا ده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل وبتسبب تخن زيادة. فهنشوف معاكم بقى في فقرتنا في صحتك بالدنيا بعض الاغذية الخفيفة اللي ممكن ناكلها قبل النوم. على حسب ما اكدت بعض الدراسات ان في ارتباط كبير جدا ما بين زياده الوزن والاكل قبل النوم على طول، واشارت ان ترك المعده فاضيه خالص والواحد يبقى نايم والمعده بتبكبك مش حل سليم ابدا، لانها هتعاني من عدم الراحه في النوم. ففي حل بقى هنشوفه معاكم. ايه الحل يا ندى؟ الحل يا تسنيم، زي اللي طرحته المستشارة التغذية الأمريكية جونيت بريل، هو الحصول على سعرات حرارية منخفضة من خلال ايه بقى؟ من خلال تناول وجبات خفيفة، وطبعا هي بتكون في نفس الوقت الوجبات دي صحية وخفيفة على المعدة. من اهم بقى الاغذية الخفيفة اللي ممكن ناخدها قبل النوم هي اللبن. اللبن يعتبر مصدر كويس جدا للتربتوفان، ويعتبر فيه كمان حمض اميني بيساعد في النوم اللي نقدر نقول ان جودته عالية. كمان اللبن يعتبر مفيد لصحة الهضم لانه بيجعل الواحد يحس بالراحة اثناء فترة النوم، ويعتبر كمان واقي من الحموضة ومن الانتفاخ، وبالتالي بيخلي النوم مريح. ايه كمان؟ لان دي اكتر الحاجات اللي بتضايق الواحد وهو نايم، بتخلي عنده ارق من ضمن الحاجات. اه فعلا، يعتبر كمان الموز من اهم الاغذيه اللي بينصح بتناولها، لانه غني ببعض الاحماض الامينيه، وكمان هو مصدر للالياف اللي بتحسسك بالشبع، وكمان السكريات المفيده اللي فيه بتمدك بالطاقه، يعني تحس ان انت شبعان وفي نفس الوقت عندك طاقه. بس لو بيعمل رجيم او لو الحد ده عايز يخس ما ياخدش موز قبل النوم لان فيه سكر. هو اصلا الموز بيدوه بكميات قليله خالص وقت الرجيم، فلازم ياخد باله. طيب بالاضافه طبعا للبطاطا الحلوه، البطاطا بتاعتنا تحتوي على كتير من النشويات اللي بتعزز جوده النوم، ده غير ان فيها بوتاسيوم بيساعد على الاسترخاء للاعصاب، وبالتالي بيخلي النوم يبقى بشكل هادي. وطبعا التفاح يعتبر من الحاجات المفيدة جدا اللي بيحتوي على سكريات، بتدي الطاقة وبتساعد كمان على النوم الجيد، ولكن خليه مش قبل النوم على طول، يعني قبل النوم مثلا بساعتين ولا حاجة. فعلا. طيب زبدة الفول السوداني ممكن تكون وجبة خفيفة للي بيشتريها، يعني وجبة خفيفة كويسة لما بتضيف لها معلقة، يعني بتضيف معلقة منها على شريحة خبز أسمر. طبعا زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين العالي اللي بيحسسك كمان بالشبع وفي نفس الوقت بالراحة في معدتك. من الحاجات الممتازة جدا جدا هي الفشار. يعتبر كمان الفشار تحديدا اللي معمول في البيت ومحطوط له شوية زيت قليلين من الخيارات الممتازة، لأنه بيحتوي على الألياف اللي بتساعد في الإحساس بالشبع قبل ما الواحد ينام، وبالتالي يعتبر خيار خفيف يا ندى كده وسعراته قليلة. فعلا. طيب الفاكهة بقى يا تسنيم، ممكن للفواكه المجففة زي التين والمشمش إنها تكون فعلا غذاء خفيف قبل ما تروح تنام، لأنه بيحتوي على سعرات حرارية منخفضة وكمان على سكريات بتديك طاقة لجانب الألياف اللي موجودة فيها. أو بعض الثمرات القليلة من الخضروات زي مثلا الخيار أو الجزر أو الخس. طبعا دي كانت أبرز الحاجات الأغذية الخفيفة اللي ممكن تاكلها قبل النوم عشان ما تحسش إنك جعان، أو تقوم في وسط الليل تفتح التلاجة وتبوظ الدنيا خالص وتاكل وتنام وتقف على الميزان الصبح تتسارعي. ايه ده، انا ما عملتش حاجه، انا بتخن وانا نايمه. حقيقي الستات بتبقى يا حبيبتي بتقول لك انا بتخن من الهوا، اصحى الصبح كده لاني تخنت، فبتخاف جدا وبتقلق وبتبقى كل حاجه عامله لها يعني حساب وبرضه ما بتخسش. فهي دي بقى الطريقه ان شاء الله تكون صحيحه علشان نكون ميزان كويس وفي نفس الوقت صحه كويسه. اتمنى لكم يا رب صحه وسلامه.